لا يتعلق الأمر برحلات جوية تجارية ولا مدنية، بل الحديث هنا عن جسر جوي استثنائي يحمل مساعدات طبية في اتجاه 15 بلداً من جميع أنحاء إفريقيا، خطوة تضامنية تجسد روح وعمق التعاون القاري بادر إليها المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس، تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية في جهودها لمواجهة الجائحة الكونية. نحن في موريتانيا لن ننسى من وقف معنا في الظروف الصعبة، بل عطاء في زمن كورونا يختلف عن العطاء في زمن في الأزمنة الأخرى، لأن ذلك يعتبر بالنسبة لنا موريتانيا يعتبر شرف لنا أن المملكة المغربية الشقيقة وجلالة الملك حفظه الله ورعاه يعطي أمرا ساميا بدعمنا في هذا الإطار. معدات طبية وقائية مغربية الصنع تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية، تتكون في مجملها من حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف من الأقنعة الواقية و75 ألف علبة من الكلوروكين وغيرها من المستلزمات. أول مرة في تاريخ إفريقيا أن بلدا من قارة يرسل إلى أكثر من 15 دولة مساعدات. هذه المساعدات، المغرب ليس بلدا غنيا أو ميسورا، المغرب يقتسم تجربته. تبين على أن الصناعة المغربية والشركات المغربية تحولت إلى منتج لهذه الآلات المتعلقة أو الأدوات المتعلقة بالحماية، وأيضا المغرب من كبار الدول الإفريقية المنتجة للدواء. المغرب من خلال هذه المساعدات غطى القارة الإفريقية بكاملها. التفاتة إنسانية تندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 أبريل المنصرم، أساسها تقاسم التجارب والممارسات الفضلة للتغلب على الفيروس العابر للقارات. شكل نجاح المغرب في تدبيره لأزمة كورونا وتجنبه لأسوأ السيناريوهات محط تنويه دولي، تجربة يسعى اليوم إلى تمكين البيت القاري من الاستفادة منها تجسيدا لرؤية ملكية في بعدها الإفريقي. فدوى المرابط، قناة الغد، الرباط.